انطلقت فعاليات مهرجان عيش سوريا المسرحي الذي تقيمه مديرية السياحة بالتعاون مع مديرية الثقافة في محافظة اللاذقية، وذلك على مسرح دار الأسد للثقافة في المدينة. بدأ المهرجان بعرض مسرحية حبكة ودوبارة لفرقة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في حلب. مهرجان عيش سوريا بتنطلق فعالياته اليوم في مسرح دار الأسد للثقافة بعرض لفرقة الاتحاد الوطني فرع حلب، عرض مسرحي. العروض مستمرة لمدة 5 أيام. ما يميز هذه العروض المسرحية هو مشاركة فرق من كل المحافظات السورية، من حمص وحما ومن طرطوس صافيتا. برعاية وزارة السياحة يقام مهرجان عيش سوريا في مراحله المتقدمة. طبعا هو بدأ المهرجان بماراثون عيش سوريا كان في الشهر الماضي، ثم استمر في هذا الشهر بمهرجان عيش سوريا بلقاءات مسرحية من عدة محافظات سورية. هذا المهرجان كان المفترض أن يكون عربي، يعني وقدرت بالتنسيق مع عماد خدام انه نعمل هذا المهرجان عربي، وجايين كانوا من وفود من عربيه، وكان هدفنا نكسر الحصار عن سوريا. هلا باللحظات الاخيره صار في احد الاجراءات اللي اجل هذا الموضوع، فحاولنا انه نعمله محلي، بس جبنا من المحافظات الثانيه، في من حلب، رغم ظروف حلب الصعبه جاي وفد كبير من حلب. الشيء الوحيد اللي خلانا والاكبر اللي خلانا نطلع من حلب للاذقيه هو تاكيد على دور حلب في كافة المهرجانات والفعاليات الوطنية اللي راح تصير، اللي صارت واللي راح تصير بالمستقبل، ونوصل فكرتنا اللي دائما نحن كشعب حلبي ما بيستسلم لظروف الحرب الظالمة، نوصل فكرتنا وفكرة العمل عن طريق الضحكة. احنا طالعين كوفد فرع الاتحاد الوطني جامعة حلب، طالعين احنا مسرح الجامعة لحتى نمثل حلب، لحتى نوصل فكرة معينة نحن حابين تصل، حتى يعرفوا العالم وخاصة جامعة حلب انه هي ما بتموت، وجامعة حلب موجودة، وحلب بشكل عام نحن موجودين دائما لحتى نكون، حتى نوصل نحن فكرتنا، لحتى نوصل واقع نحن عم نعيشه. يستمر المهرجان 5 أيام بمشاركة فرق بعمر المسرحية من طرطوس بعرض آخر ليلة أول يوم، واتحاد عمال حماة بمسرحية موعد، وجامعة البعث بمسرحية شيطان المسرح، ومن لبنان مسرحية ميحانة ميجانة. هذا وقد شهد المسرح حركة كبيرة في الآونة الأخيرة، إذ أقيم مهرجان حمص المسرحي، وتم إعادة إطلاق مهرجان المسرح العالي المركزي ليثبت السوريون بأنهم أبناء الحياة.